الدين معاملة مع الشيخ سامي بن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم نلقاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم سوف يكون عن الكلمة الطيبة. يقول المولى سبحانه وتعالى في الآية 25 و26 من سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة دواء، والكلمة الطيبة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة أثرها طيب وريحها طيب وطعمها طيب، من تكلم بها عن صدق وإخلاص وتمني الخير للناس وعلم يقينا أن الله سيجزيه عليها بذل ما في وسعه من أجل إسعاد سامعيها لتغيير حياتهم إلى الأحسن. الكلمة الطيبة بعث الله بها الأنبياء والمرسلين ليخرجوا العباد من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والعلم، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الكلمة الطيبة سخر الله سبحانه وتعالى لها العلماء والدعاة والمصلحين لتنوير القلوب بمحبة الخالق العظيم ودلالتهم على طريقه القويم الموصل إلى مرضاته وجنته. الكلمة الطيبة لها شأن عظيم، فهي بوابة الخير للولوج إلى القلوب والمعينة على إمداد النفوس بالطاقة والإرادة والعمل، وهي منطلق الأعمال الكبيرة والمشاريع العظيمة، وهو يقود الناس أو وقود الإنسان لبذل أسباب النجاح في أمر دينه ودنياه. رب سبحانه وتعالى يعني يجازينا على هذه الكلمة الطيبة، الكلمة اللي فيها خير، الكلمة اللي فيها معروف، الكلمة اللي فيها تطيب للخواطر، الكلمة اللي فيها حسن أخلاق، الكلمة اللي فيها نصيحة، الكلمة اللي فيها يعني بذل المعروف، الكلمة اللي فيها يعني إصلاح ذات البين، يعني الكلمة اللي فيها الخير العميم بين الناس. الكلمة الطيبة هذه فيها جزاء من عند رب العالمين. إيش يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني قول الكلمة الطيبة وكن على يقين أن ربي سبحانه وتعالى يصلح لك من حالك، يغفر لك ذنوبك، وتكون في مقام يعني عليا عند الله سبحانه وتعالى. المحبة والكلمة الطيبة لها أثار حسنة، من ذلك أنها دليل على صلاح القلب وقوة الإيمان، أنها كذلك سبب في محبة الناس لقائلها، أنها تسر السامعين، تريح القلوب، وتحدث أثرا طيبا في نفوس الآخرين. هي تؤلف القلوب، تصلح النفوس، تجمع الشمل، تزيد الترابط، تقرب الأباعد، تحبب بين المتباغضين، وتذهب أحقاد الصدور، وتعين على إصلاح ذات البين. من ثمراتها كذلك أنها تذهب الحزن وتزيل الغضب، وتشعر قائلها وسامعها بالرضا والسعادة، لا سيما إذا رافقتها ابتسامة صادقة، وإنها تثمر كالأقوال الطيبة والأعمال الصالحة. سيدنا عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن الجزاء، جزاء الكلمة الطيبة، عكس الكلمة المشينة، الكلمة اللي فيها يعني إذاية، اللي في الكلمة اللي فيها بذاء أو فيها فحش، الكلمة التي تنفر منك الناس، الكلمة التي لا تجعلك محبوبا، الكلمة التي تبعد عنك رضا الرحمن، الكلمة التي تكون سببا والعياذ بالله في كره الناس وحقدهم عليك. لا، سيدنا عليه الصلاة والسلام يحثنا على الكلام الطيب ويبشرنا بهذا الحديث الجميل الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فهذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام في أنه هنالك
يوم القيامة في الجنة غرفا، يعني كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الجنة قال: أعد الله فيها لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عرضها السماوات والأرض، فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن أطاب الكلام، اللي كان الإنسان كلامه طيب وكان كلامه يعني فيه خير وكان كلامه فيه إصلاح ذات البين، فهذا جزاء هؤلاء الذين تحلوا بهذه الصفة، الصفة الطيبة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الكلمة الطيبة، وأن يصعد هذا الكلام الطيب، وأن يصعد هذا العمل الصالح يوم القيامة ويكون شفيعا لنا بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يثلج صدورنا وأن يعيننا على حسن عبادته وشكره وطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين معاملة مع الشيخ سامي بن حسين.